محافظة الفيوم، اللي أنا يعني كنت واحد من الناس المحظوظين لمتابعة ما يتم على الأرض في الفيوم، وتحديدا في مركز يوسف الصديق أثناء يعني بداية تنفيذ المرحلة الأولى، في حلقة كنا عملناها هنا في صباح الخير يا مصر لما يحدث في مبادرة حياة كريمة من محافظات مصر المختلفة. محافظة الفيوم تحديدا اتكلفت المشروعات فيها لحد دلوقتي 13 مليار جنيه، ودي المرحلة الأولى فقط اللي تم فيها يعني أو نفذت في مركزين إقصى ويوسف الصديق. في الوقت الحالي المحافظة كمان بتستعد للمرحلة الثانية للمبادرة، واللي هنعرف تفاصيلها من خلال الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين جميعا. يعني في البداية عاوزين نعرف نسب المرحلة الأولى وصلت لحد كام في المية، وعدد المحافظات اللي هتدخل في المرحلة، القرى والمدن اللي هتدخل في المرحلة الثانية. هو بيتنفس المحافظة عدد من المشروعات يتخطى الألف مشروع في مركزين زي ما حضرتك أشرت، مركز إقصى ومركز يوسف الصديق. نعم. إحنا الأعمال جارية في أكثر من 800 مشروع على القطاعات المختلفة. في عدد من المشروعات تم الانتهاء منها بمحاور المبادرة المختلفة، شغالين في المشروعات البنية التحتية، كل ما يخص محطات الصرف الصحي سواء معالجة أو رفع، الأعمال جارية وصلنا لنسب تنفيذ متقدمة، كل ما يخص شبكات المية أو أعمال تخص محطات المية، بنشتغل في محطة العذب ومحطة كحافة في الفيوم عشان نغذي المركزين الأعمال جارية فيهم. كل ما يخص أعمال الاتصالات والغاز و الكهرباء، انتهينا من عدد كبير من المحاولات تم تركيبها، عدد من أعمدة الإنارة. بالإضافة المحور الآخر اللي هو يخص المشروعات الخدمية سواء مجمعات خدمية أو زراعية. طب دكتور محمد، على ذكر المجمعات الزراعية، حاليا بنخطط لاستلامها، وبدأنا كمان في تدريب العاملين اللي هيتم انتقالهم للمجمعات. الحاجة المهمة اللي تخص المنشآت الصحية والتعليمية، معظم المدارس تم الانتهاء منها وتشغيلها في يعني بداية العام الدراسي الماضي. عظيم. والمتبقي هيدخل خدمة إن شاء الله مع بداية العام الدراسي القادم. طيب دكتور محمد، أنا عايزة أقف مع حضرتك عند مسألة المجمعات الزراعية، لأنه الفيوم محافظة زراعية، وأنا عايزة أعرف حياة كريمة قدمت إيه في هذا القطاع، سواء بالنسبه للمزارعين لو احنا بنتكلم المجمعات الزراعيه الجديده دي هتقدم ايه للمزارعين، سواء لو كنا بنتكلم على تبطين الترع وانه الميه توصل لكل الاراضي. حياه كريمه وصلت فين في هذا القطاع؟ يعني زي ما حضرتك اشرت، الفيوم محافظه زراعيه، اكثر من 400,000 فدان يعني المساحه المنزرعه في الفيوم، انواع زراعات مختلفه يجب انه يرتبط بها تصنيع زراعي او مراكز تجميع البان. في نفس الاتجاه مساله الري، والمحافظه لها خصوصيه عشان المناسيب المختلفه في مختلف القرى، نتكلم في 2200 كيلو ترع ومصارف. خطه تطين الترع شغاله وماشيه طبقا للنسب المستهدفه واللي تم وضعها من خلال وزارة الري. عدد آخر من كباري الري تم تنفيذه، وفي بعض الكباري تم تشغيلها والبعض الآخر في مرحلة الاستلام حاليا. المجمعات الزراعية، احنا المركزين اللي الأعمال شغالة في مركز إقصى ويوسف الصديق عندنا 20 وحدة محلية، بيتعمل 20 مجمع زراعي على كل وحدة محلية، عدد واحد مجمع. من ضمن مكونات المجمع ان انا بجمع كل الخدمات اللي بتقدم للمزارع، سواء جمعية زراعية، سواء ارشاد زراعي، سواء مركز. في بعض المجمعات وبيبقى مرتبط بالقرى اللي فيها رؤوس ماشية عشان نسهل على المواطنين اللي يعني بيستخدموا المهنة دي وبيربوا عدد من رؤوس المواشي في مسألة تسويقها بشكل أفضل. نعم. مستمرين كمان مع كل الجهات يعني المانحة أو الداعمة، سواء البنك الزراعي أو جهاز المشروعات،
لتمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة مرتبطة بالأنشطة الزراعية. دكتور محمد يعني وحدات تجفيف أو مناشر نموذجية للنباتات الطبية والأبرية أو نعم. وحدات تقدير. طيب اسمح لي أسأل حضرتك، لأن أثناء زيارتي لقرية يوسف الصديق تحديدا كانت المشكلة الرئيسية عندهم هو فكرة عدم وجود صرف صحي، وهم كانوا سعداء جدا بالمبادرة لأن كان في أعمال صرف صحي بتتم، ويعني بعد سنوات من الإهمال أخيرا يعني بقى في عندنا قيادة سياسية بتهتم يعني الأطراف المترامية، لأن قرية يوسف الصديق هي موجودة في آخر محافظة الفيوم تقريبا، بقى في اهتمام بحياة المواطن وحياة كريمة ليهم. وصلتوا كم في المية في تنفيذ معدلات تنفيذ الصرف الصحي في يوسف الصديق وإطفاء؟ هو يعني أنا بكلم حضرتك وأنا حاليا في مركز يوسف الصديق في مرور على مشروعات حياة كريمة. نعم. إحنا مستهدف لينا في المبادرة 10 محطات معالجة، الأعمال الجارية في العشر محطات بنسب تنفيذ متفاوتة على حسب بدء التنفيذ في المحطات، بالإضافة لأكثر من 40 محطة رفع. الأعمال برضو يعني شغالة بالتوازي عشان كذا يعني كم في المية يا دكتور برضو؟ يعني في بعض المحطات تخطت 70% ومحطات أخرى وصلت 50%. نعم. احنا بنشكر حضرتك دكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، شكرا جزيلا على وجودك معنا النهاردة.